اليوم هو اليوم المنتظر لأختي، لأنه كل ما تكون برا البيت تجي تبعت لي هدول الرسائل إني إيكون عن قصة صارت معي مرعبة. وكمان لا تقولوا إنه مبين إنه أنت اللي عم تكتب، لأنه من كتر ما زعلت صورت لي صورة لأنه ما كنت عم أدور عليها. المهم راح نحقق حلمها وليتس يلا نبلش. حتى اللايك والشير قبل. يا الله شو هذا جعبالي شوفه. يلا يا طبطب تعال ولا ما تضيع منا مثل هذيك المرة. الله بدي افهم شو مكتوب هون. اي كانت تريكول ستتر اللي كتيو. طب توبة تعالي ترجميلي. شو بك شو بدك دايما لازم اجي. الله صعبيني ما عم بعرف ترجمي الكلمة اللي لي. استني شو لوين رايحة؟ اوف بركي كان فيها شغلات ملامجي. يا ربي شو الخايف. بس لحظة اهلي بيعرفوني ما بعرف اقرا، اكيد ما رح يضربوني. مثل ما قلت لك يا بنتي خلي عينك على اخوك هذا الغفلان. اصلا الحمد لله انه نايم، لانه الرسالة اللي اجته كتير خطيرة. حاضر بابا يلا نمشو. فنحن جينا على المول. ياي بدي استنى طبطب استنى قولي اكيد ما رح الحق من هذا. ماما قولي الولد من هديك المرة اخذ صدمة الله خال عم بيلعبه. يا اخي ليش هيك عملت بالولاد؟ لا حرام عليك يعني يا اختي قطع بمزح معهم عادي. طيب هنن بيبي ما بمزح معهم، شوف قلبه موقف بالرعبة. طيب اسف اعطيني اياهم حقا. طيب انا رايحة حجابي وخلينا نطلع على البازار اشتري اواعي لطبطوبة وطبطب. ما شاء الله شو حلوة الاجواء هون. يلا ندور على محلات اواعي. خلو حبيبي حاج تحرك. اخي شوف هالقطعة ما قديش حلوة. طيب اشتريت يلا نروح البيت. هي اول مرة بحياتي بشوف كل العالم متجمعة بأوضة واحدة. المهم طب نعم فيك تروح تجيب لي الكيس اللي فيه الاواعي. اوكي حاضر يلا. يلا انتو التنتين جهزوا حالكم كمان. يلا وقفوا نحو بعض ويلا نبلش.